أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أمام تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، تقف الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول، وهو ما قد يطيح بها إذ يسعى الانتقال الجنوبي إلى استغلال ذلك، وظهر مطالبا بها وكالة الحكومة في إشارة إلى تغييرها. سبق ذلك قرار المحافظ لملس القيادي في الانتقال بعدم إيداع الإيرادات إلى البنك المركزي بذريعة تدهور الخدمات أبرزها الكهرباء، حيث تشهد العاصمة المؤقتة عدن انطفاءات متكررة في محطة مأرب الغازية عن الخدمة بعد ساعات من إصلاحها. وفي هذا السياق طلبت الحكومة مساعدة السعودية لتقديم دعم عاجل للمشتقات النفطية لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في عدن. نتوقف عند هذه الأزمات لنناقشها من زاويتين. هل يمكن أن يطيح ملف الكهرباء بالحكومة في ظل مساعي الانتقال الجنوبي لاستغلال هكذا أزمات؟ ولماذا يتجاهل التحالف السعودي الإماراتي دعم الحكومة اقتصاديا حتى الآن؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف الحلقة نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. تتسع دائرة الظلام في اليمن، فمنذ انقلاب ميليشيا الحوثي انقطع التيار الكهربائي، وبات نحو 90% من اليمنيين لا تصلهم هذه الخدمة. في مناطق نفوذ الحكومة أيضاً تعد هذه الخدمة هما يؤرق المواطنين، خاصة في ظل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. هنا يجري استغلال أزمة الكهرباء من قبل شريك الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي، ويطمح إلى الإطاحة بها من باب ملف الخدمات في ظل عجزها عن إيجاد المعالجات. طموح الانتقالي في السيطرة الكاملة على الحكومة جاء من خلال آخر اجتماع للمجلس المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، إذ طالب بهيكلة الحكومة في إشارة إلى الإطاحة بها لصالحه. تواجه الحكومة حربين اقتصاديين، ففي الشمال أوقفت ميليشيا الحوثي عملية تصدير النفط بعد هجومها في أكتوبر الماضي على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، وتمكنت من خلال الهدنة مقاسمة الحكومة الإيرادات الجمركية والضريبية بعد تشغيل ميناء الحديدة على حساب ميناء عدن. الحرب الأخرى من داخل الحكومة وعبر شريكها الانتقالي، وآخرها قرار محافظ عدن القيادي في الانتقالي أحمد لملس بعدم إيداع الإيرادات في البنك المركزي بذريعة معاناة أبناء المدينة من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي. في الجانب الآخر يتجاهل التحالف السعودي الإماراتي تقديم الدعم للحكومة ولمجلس القيادة الرئاسية المشكل من قبله، وكانت الحكومة في ظل تردي الخدمات طلبت من السعودية تقديم دعم عاجل من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في عدن. وسط كل تلك التحديات يبرز الفساد بأنه معضلة كبيرة، إذ يقول محافظ البنك المركزي أحمد غالب إن نفقات الكهرباء تعد الثقب الأسود الذي يلتهم الموارد، حيث يتم تهريب المشتقات النفطية المخصصة لمحطات التوليد. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب العوج. مساء الخير دكتور عبد الوهاب. مساء الخير أستاذ سالم بك وبالمشاهدين الكرام. إذا دكتور، هل يمكن أن يطيح ملف الخدمات وأبرزها الكهرباء بالحكومة في ظل مساعي الانتقال الجنوبي لاستغلال ذلك؟ طبعا المجلس الانتقالي داب على أن يكون يعني همه الحصول على مواقع مهمة جدا داخل مجلس الوزراء، وأهمها الوزارات السيادية. وكما تعلم وزارة المالية ووزارة الخارجية هي أصبحت يعني بطريقة أو بأخرى مسيطرة عليها المجلس الانتقالي، وبالتالي في أكثر سفاراتنا في الخارج هناك عدد كبير جدا من الأخوة من جنوب الوطن. لكن رغم هذا المجلس الانتقالي من خلال التصعيد المستمر ضد رئيس الوزراء معين عبد الملك. صحيح ان الدكتور معين عبد الملك اداؤه ضعيف، وفي كثير من الاحيان يعني متجاهل للخدمات، ليس فقط على مستوى مدينه عدن ولكن على مستوى المناطق المحرره بالكامل. فالدكتور معين عبد الملك هو رجل دبلوماسي، كلامه جميل جدا لكنه على أرض الواقع لا يقوم بأي شيء. ونتيجة أيضا الأخطاء المتراكمة لدى الحكومة الشرعية من عدم توجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي وتحسين العملة الوطنية، والضغط على الحلفاء في السعودية والإمارات
بدعم الاقتصاد اليمني وإيجاد سبل العيش لليمنيين. وملف الكهرباء هو من ملفات الفساد الكبرى التي تتهم بها الحكومة بأنها تشتري كهرباء من سفن ترسو بقرب هذه المدن، سواء في عدن أو في المكلا أو في الغيضة، وفيها قضايا فساد كبيرة. يعني حل مشكلة الكهرباء كان يمكن بالربط الكهربائي مع المحطة الغازية الموجودة في مارب باتجاه مدينة عتق ووصولا إلى شبوة وشقرة في مدينة عدن، وكان يمكن أن يحل مشكلة الكهرباء من إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة المخزون الغازي الضخم الذي تمتلك الجمهورية اليمنية في محافظة مارب. لكن للأسف الشديد أن الحكومة هي حكومة منفلتة لا يوجد من يحاسبها، فالمجلس الانتقالي وجد يعني ضالته بالهجوم على المعين عبد الملك باستخدام ذريعة سوء الخدمات وعدم وجود حكومة نزيهة وشريفة، وهو محق بذلك. لكن التوجيه أتى له من الإمارات، وهناك أسماء مطروحة لدى أبو ظبي يريدون إحلال بها عدد من المسؤولين في رئاسة الوزراء وفي بعض الوزارات العامة. نعم، تفضل بالبقاء معي الدكتور عبد الوهاب العوج. ينضم إلينا أيضا من عدن الصحفي ماجد الشعيبي. مساء الخير سيد ماجد. مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين والمتابعين. نعم، هناك مطالب من الانتقالي بهيكلة الحكومة على إثر ملف الخدمات أبرزها الكهرباء، هل معنى ذلك أنها مساعي للإطاحة بالحكومة، وأيضا وجد الانتقالي ضلته في هذه الظروف الآن؟ بالحقيقة يعني موضوع الحكومة بشكل عام وموضوع الوضع العام الاقتصادي والخدمات في العاصمة عدن مخزي للغاية، مخزي للجميع، لمجلس الرئاسة، للحكومة. وهذه الإصلاحات أعتقد أنه يجب على الجميع أن يقودوا جهود مباشرة لإعادة هيكلة هذه الحكومة وتوفير الخدمات التي ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. هناك وضع مأساوي داخل العاصمة عدن، صيف ساخن يعني ليس الأول. نحن يعني ربما السنوات الماضية يعني كنا معكم في نفس البرنامج نتحدث عن نفس المشكلة. إلى اليوم يعني الحكومة يعني بكلها والمجلس الرئاسي لم يعمل أي شيء إزاء هذه الأزمة المتراكمة التي تعاني الحكومة، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الخدماتي. هذا أمر يعني يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل لكي نتجاوز هذه المرحلة. يعني طموح المجلس الانتقالي وطرحه حول تغيير الحكومة أعتقد أنه أمر طبيعي حيال الأزمات المتواجدة في العاصمة عدن، كونه يعني يعبر عن رأي الشارع ومزاج الشارع العام. نعم، إذن المجلس الانتقالي مطالبه تعبر عن الشارع ومزاج الرأي العام كما أشرت. ابقى معي سيد ماجد الشعيبي. أيضا ينضم إلينا من الرياض الصحفي رماح الجبري. مساء الخير سيد رماح. مساء الخير أهلا وسهلا. نعم سيد رماح، لماذا ترحل الحكومة الأزمات دون حلول خاصة فيما يتعلق بالكهرباء؟ شكرا جزيلا. بلا شك أنه ملف الخدمات ملف أساسي وهو الواجب والهدف الذي تأتي من أجله أي حكومة، وإذا وفي حال لم تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطن فأعتقد أن إقالة الحكومة أو تغييرها أصبح ضرورة وواجب يعني. لكن في ظل في الإطار الدستوري، وأعتقد أن مطلب الخدمات وتوفير الكهرباء في عدن لا يوجد فيه ما يستحق المزايدة، كونه مطلب خدمي حقيقي. لكن وضع الحكومة حاليا في اعتقادي من الجميع متابع مطلع أن الحكومة متوقفة إيراداتها النفطية منذ ما يقارب عام بعد أن استهدفت الميليشيا الحوثية كل الموانئ النفطية، وتعيش الحكومة حال إفلاس يعني، وربما قد يكون إفلاس غير معلن للحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد. الوضع المأساوي الذي تعيشه الحكومة من ناحية الإيرادات، هناك إيرادات كبيرة لا تورد إلى البنك المركزي، وكل طرف لديه من الإيرادات التي تحت سيطرته، بما يهد الاقتصاد اليمني. وما أدل على ذلك أنه بعد إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كان هناك
وعود بوديعة بتصل إلى 3 مليار دولار، لم تورد هذه الوديعة إلا بعض منها بعد عام من تشكيل مجلس القيادة، لسبب أن الإيرادات جميعها غير موحدة وموجهة إلى البنك المركزي. ما زاد أقيم بالله مؤخرا قرار سلطة محافظة عدن عن الإيرادات ودعوتها لوقف التوريد إلى البنك المركزي. نعم. بمعنى أنه هناك حالة من التشنج في الحلول، وبدل أن يكون لديك وعاء فيه من التهريب والاختلالات أنت تكسره يعني، وهذا ليس حلا منطقيا أن يتم التعامل بهذه الصورة من خلال تجاوز القوانين. وطيب اليوم وفي حال إيقاف الإيرادات يعني هل تستطيع سلطات عدن حل هذه المشكلة؟ اعتقادي أنها لن تستطيع، لأن هذه بعض الإشكالات التي تواجه الحكومة بما فيها انتظام أو توفير الكهرباء بشكل كامل بحاجة لإيرادات كبيرة، وأعتقد أن الحكومة في حال توفرت لديها هذه الإيرادات لن تقصر أو لن تتوانى في القيام بواجبها. وللأسف الشديد أن ملف الكهرباء استخدم مؤخرا استخدام غير جيد، ومثله سأعود لك سيد رماح. نعم. أحمد عبيد بن دغر عندما كان هناك سأعود لك فيما يتعلق باستغلال ملف الكهرباء محافظة المهرة. نعم. كان هناك استغل ذلك الرئيس هادي في إقالة بن دغر وتعيين معين عبد الملك. نعم. تفضل بالبقاء معي سيد رماح. دكتور عبد الوهاب العوج، إذا ما تحدثنا عن عجز الآن، يبدو أن هناك عجز تام للحكومة لحل هذا الملف، لكن برأيك لماذا يتجاهل التحالف السعودي الإماراتي دعم الحكومة اقتصاديا حتى الآن في ظل هذه الظروف وفي ظل هذا العجز الواضح؟ طبعا المشكلة مركبة. المشكلة أن السعودية والإمارات تريد إذلال الحكومة الشرعية، وتريد أيضا إذلال مجلس القيادة الرئاسي بهذا الانهيار الاقتصادي الكبير، سواء في سعر العملة الوطنية وهو أهم ملف، أيضا موضوع الخدمات، عدم إعادة تشغيل مصفات عدن، عدم استغلال النفط الموجود والغاز الموجود في الجمهورية اليمنية لأغراض يعني استدامة الحياة وتصدير مثلا الغاز، تصدير النفط. كان يمكن حل المشكلة مع الحوثيين، يعني ليست المشكلة فقط أنك تستهدف ميناء تصدير وأنت تتوقف، يعني هناك طرق كثيرة كان يمكن أن ينقل النفط بالقاطرات إلى مدينة عدن، ويتم تكرير النفط في مصفات عدن. مصفات النفط في عدن لديها قدرة تكرير 70,000 برميل في اليوم، وإذا افترضنا أنها فيها مشاكل فنية تستطيع أن تكرر بما معدل 30,000 إلى 40,000. وهذا كلام يعني من مهني من جهات مختصة أعرفها شخصيا، وأقول أن المشكلة في الحكومة الشرعية هي حكومة مهترئة لا تقوم بأي عمل، بل يشوبها الكثير من الفساد. يعني هناك أسطول ضخم من السفراء والملحقيات والسفارات تصرف عليهم بالدولار، وكان الأولى أن يخفض هذه التكاليف الكبيرة وتوجه نحو قطاع الخدمات. نحن في مدينة تعز نعاني معاناة شديدة من الكهرباء، من عدم وجود كهرباء منذ قيام الحرب في 2014 وحتى الآن، ونشتري كهرباء تجارية الكيلو ب1,000 ريال يمني، وكما تعلم محطة عصيفرة متوقفة وكانت تحتاج إلى بعض الإصلاحات، لكن لا رئيس الوزراء المنصوب على محافظة تعز ولا رئيس مجلس النواب من هذه المحافظة ولا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اهتموا بهذه المحافظة. فماذا يتوقع أهل عدن؟ نحن في تعز يعني مجرد يحتاج 2 إلى 3 مليون دولار لإعادة تشغيل الكهرباء في مدينة ومحافظة تعز. هناك مشكلة في الكهرباء، مشكلة في المياه، مشكلة في الطرق، مشكلة في الأمن. المحافظة أكثر ضراوة من مدينة عدن. حكومتنا حكومة الدكتور معين هي حكومة فاشلة بامتياز، وبالتالي لو استخدم الملف الانتقال هذا الملف ويستخدمه لأنه يعرف أن الشارع اليمني في المناطق المحررة لديه نقمة على هذه الحكومة. لكن ما هو البديل؟ هل سيأتي بديل عملي وناجح ووطني ونسيج؟ لا أتوقع ذلك. سيأتي من هو أكثر يعني فسادا من معين وأكثر كسلا وإهمالا منه، وهذا ما علمتنا التجارب. بعد إزاحة بن دغر أتى لنا معين وهو فاشل بكل معنى الكلمة، وكذلك كثير من وزراء الحكومة، ويعيشون خارج الوطن ويستلمون 10,000 دولار الوزير الواحد بالدولار. ولذلك إذن حكومة فاشلة ومهترئة كما أشرت لها الدكتور عبد الوهاب العوج. سيد ماجد الشعيبي، إذا ما تحدثنا عن المجلس الانتقالي الآن
وهو يعني مسؤول عن ما يجري في عدن، هل بإمكان المجلس الانتقالي أن يتحمل يعني تغطية رواتب الموظفين وأيضا خدمات العمال والخدمات الأساسية للمواطنين في عدن؟ بعيدا عن السجال الإعلامي، الآن المسألة هي مسألة مشتركة تهم الجميع، تهم الحكومة وتهم المجلس الرئاسي وتهم المجلس الانتقالي، لكن هناك سوء إدارة في جميع الملفات. هذه الملفات كان يجب أو كان من المعقول أن يتم معالجتها خلال الفترات السابقة، لكن هناك سوء إدارة انعكست بشكل مباشر على أداء هذه المؤسسات الحكومية مثل الكهرباء ومثل الاقتصاد ومثل البنوك وغيرها. نحن بحاجة إلى عملية إصلاح اقتصادي وإصلاح في جميع المجالات. للأسف الشديد يعني هناك الكثير من المشاكل التي تتحملها يعني العاصمة عدن ويتحملها محافظ العاصمة الأستاذ أحمد حامد لندس، لكن يواجه وحيدا هذه المشاكل وهذه الأعباء. على الجميع أن يتحمل هذه المسؤولية، نحن لا نحمل يعني جهة معينة بحد ذاتها، لكن المسألة الآن هي مسألة مشتركة تهم الجميع. المجلس الرئاسي متواجد داخل عدن وغيرها، الحكومة متواجدة، عليها أن تفهم احتياجات الناس وأن تلبي. هذه السنة ليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولن تكون الأخيرة، هناك عجز كبير تعاني منه المؤسسة الكهربائية داخل عدن وهي قابلة للحلول الكثيرة. الآن أنا يعني أتحدث عن المشاكل التي تعاني منها مؤسسة الكهرباء في عدن، كان يجب إصلاحها. هناك أكثر من 60 مجلة قدمتها المؤسسة أو ما يسمى بمحطة المحطة القطرية، قدمت هذه المؤسسة حلول لإصلاح هذه المؤسسة، لكن هناك تماطل من قبل الحكومة لمعالجة هذه الأخطاء وهذه. لكن في يعني التماطل يبدو أنه واضح سيد ماجد، التماطل واضح والعجز في المعالجات واضح، لكن هنا الحديث عن المجلس الانتقالي، لماذا لا يعمل ضمن الشراكة التي هو مسؤول عنها وأيضا لا يستخدم ذريعة الخدمات في هذه اللحظة؟ علينا أن لا نكيل يعني على ما يقال المكيال بمكيالين، يعني المجلس الانتقالي حينما تكون هناك ضعف خدمات يتم تحمل المجلس الانتقالي، والعكس حينما تكون هناك عجز يتم تحمل الحكومة. المسألة هي مسألة مشتركة، يجب على الجميع أن يتم أن يكونوا فريق واحد وأن يعني يعملوا على معالجتها هذا بشكل سريع. أما إذا المسألة مشتركة، ابقى معي سيد ماجد الشعيبي، نعم لضيق الوقت ابقى معي سيد ماجد الشعيبي، إذا المسألة مشتركة والمسؤولية تقع على الجميع. سيد رماح، إذا ما تحدثنا هنا عن تواجه الحكومة يعني حرب اقتصادية كما هو واضح الآن من قبل ميليشيا الحوثي والآن المجلس الانتقالي، ما الذي يمكنها القيام به لتجاوز هذه المرحلة بالذات؟ المفترض أن هناك يكون دعم مقدم من التحالف خلال هذه الفترة، وأعتقد أيضا خلال السنوات الماضية كان هناك دعم بما يخص في مجال الكهرباء، وكان هناك منحة مشتقات نفطية، وأعتقد أنه تأتي منحة مشتقات نفطية قريبا من المملكة العربية السعودية يمكن أن تسهم في انتشار الأوضاع وتحسين القطاع الكهرباء في عدن، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي، لأنه الوضع حاليا في وضع في مأساوي، حتى أنه حديث السفراء اليوم أو حديث الحل السياسي أصبح حديث. لكن لو قطعتك سيد رماح الجبري، إلى 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 أي مدى يتحمل التحالف الورطة التي وقعت فيها الآن؟ تترك الضيف يتحدث، أنصحك تترك الضيف يتحدث. تفضل. يعطي كل ما عنده وبعدين. لضيق الوقت يعني سأتركك تتحدث، لكن لضيق الوقت إلى أي مدى التحالف يتحمل ما حصل للحكومة مورطة الآن في هذه الأزمة؟ بالأساس التحالف مسؤولية أخلاقية وليست مسؤولية وطنية، المسؤولية الوطنية تتحملها الحكومة الشرعية، مجلس القيادة الرئاسي. التحالف داعم للحكومة الشرعية والتحالف القيادة في المملكة العربية السعودية، فأعتقد أننا عندما نحمل التحالف هذه المسؤولية باعتباره مسؤول أساسي عن هذه القضية، أعتقد أننا لجانب الثواب هم يقدمون دعم وإسناد ومساندة نظرا للظروف التي نعيشها والمعركة الواحدة التي نخوضها وارتباط المعركة وتدخلهم في هذه المعركة، لكن لا يعني أن نحملهم كل المسؤولية. فالمسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتق الحكومة الشرعية التي يجب أن تستجلب الدعم الاقتصادي والمالي والسياسي والعسكري من أي كان من لدعمها واستمرارها وتقديم الخدمات الأساسية. ما كنت أود أن أقوله وأنت قطعتني أن هناك حربا اقتصادية
مستمرة، يعني الميليشيا الحوثية وجدت ضالتها فيها، وجدت أن الحرب الاقتصادية أجدى وأنفع من الحرب العسكرية في الميدان من خلال محاصرة الحكومة وتجفيف منابعها. وأصبحنا اليوم يعني بعد ما يقارب عام من إيقاف إيرادات النفط التي تعتمد عليها الحكومة بشكل كلي، ما يقارب 90% من اعتماد الحكومة يعتمد على الإيرادات النفطية التي وصلت إلى تصدير ما يقارب 50,000 برميل. ايضا الميليشيا الحوثيه، المجتمع الدولي وايضا الحكومه الشرعيه والتحالف فتح منفذ الحديده او ميناء الحديده دون قيود، وهذا ما سجلته الاركان الماضيه. امر مخيف ان يكون هناك تحرك او يعني انتعاش لميناء الحديده خلال النصف الاول او خلال ما يعني ال 20 يوم الماضيه من هذا الشهر او النصف الاول من شهر يونيو، 25 سفينة دخلت إلى ميناء الحديدة مقارنة بتسع سفن فقط دخلت إلى ميناء عدن، بمعنى أن هناك وأيضا الميليشيا الحوثية تعمل على إجبار التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة، بالإضافة إلى قطعها أو رفضها استيراد الغاز المنزلي من مأرب وشراء الغاز الإيراني عبر ميناء الحديدة. هناك انتعاش اقتصادية للميليشيا الحوثية على حساب التنازلات التي تقدمها الحكومة. المطلوب من الحكومة أن تتراجع عن هذه التنازلات وأن يتم إعادة فرض القيود على ميناء الحديدة ليكون هناك على الأقل عودة إلى الماضي، ويكون هناك حرب اقتصادية مثل ما تشن الميليشيا الحوثية حرب اقتصادية على الحكومة، على الحكومة أن تشن حرب مضافة وهي حرب الاقتصادية. دكتور عبد الوهاب العوج، إذا ما تحدثنا عن عجز الحكومة الآن ربما بات حقيقة وفيما يخص إصلاحات الخدمات، إلى أي مدى يمكن أن تحرك مطالبات الانتقال الآن بهيكلة الحكومة في تحسين أدائها، أم أن تلك المطالب ربما تقود إلى تأزم الوضع بشكل أكبر؟ أكيد أنها تؤدي إلى تأزم الوضع. هذه الحكومة بكل مكوناتها هي تابعة للإمارات والسعودية، وهي من اختارت الاسماء، وهي من عينت رئيس مجلس الوزراء وعينت مجلس القياده الرئاسي، وبالتالي فالسعوديه والامارات عليها مسؤوليه كبيره بدعم الاقتصاد اليمني، لانها هي المتوليه لهذه المجالس وهي المتوليه للشرعيه. تريد السعوديه ان تفرض على المجتمع اليمني هذه الحكومه ولا تدعمها، تريد فرض هذا المجلس القياده الانتقال الذي ازاحت برئيس منتخب ولا تدعم هذا المجلس القياده الرئاسي. على الحكومة أن تطالب السعودية وأمام العالم بأنكم ملزمون بدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الشعب اليمني على الخروج من هذه الكارثة. أما أن تفرضوا علينا حلول لصالح الميليشيات الحوثية ولصالح إيران فهو مرفوض. ولو كانوا شعروا أن هناك قيادات حقيقية، قيادات وطنية ستنبع من الشارع اليمني لتنتج مجلس قيادة رئاسي جديد أو رئاسة جديدة ورئاسة وزراء ووزراء وطنيين مخلصين لا يهتمون بالعمالة والارتزاق من السعودية والإمارات، لتغيرت المعادلة. وتغيرت المعادلة مع الميليشيات الحوثية بتصدير النفط أو استخدامه في إنتاج الطاقة داخل اليمن والمشتقات النفطية. كثير من الحلول كان يمكن اقتراحها والعمل بها، لكن حكومة فاقدة للشرعية لأنها انتخبت واختيرت من خارج الوطن وأزاحت الرئيس المنتخب، وهذه السعودية والإمارات تريد أن تكبلها وتفرض عليها حلول مع الميليشيات الحوثية لا يقبل بالشارع اليمني من خلال هذا الوضع الاقتصادي المزري. ولا ماذا يعني 3 مليار دولار أو 10 مليار بالنسبة للسعودية أو بالنسبة للإمارات؟ مبالغ تافهة جدا بالنسبة لهم، وكان يمكن أن يعينوا الريال اليمني، أن يتحصن وضع الريال اليمني حتى يقارب ذلك الريال الموجود في صنعاء، وأن يحسنوا الخدمات وأن يساعدوا في إنشاء مشاريع بنية حقيقية كإصلاح مصفات عدن، كالربط الكهربائي مع محطة الغازية في مأرب، مشاريع تجر على اليمن اقتصادها ويفتحوا لنا مطاراتنا وموانئنا ويخرجوا من بلادنا ونستطيع أن نستثمرها اقتصاديا وسياحيا وتنمويا لإقامة حياة حقيقية. لكن السعودية والإمارات تكبل اليمنيين بهذه القيادات العاجزة المرتزقة التي تنتمي للخارج ولا تعمل شيء وتعيش خارج اليمن وتستلم من موازنة اليمن. بعيدا عن هذه التوصيفات دكتور عبد الوهاب، ما هو الحل بكلمتين؟ الحل إقامة دولة حقيقية على المواطنة من خلال قيادات وطنية تقترح حلول
حقيقية في الخدمات وفي تحسين الوضع الاقتصادي بدون ولاء للخارج، وهنا ستتغير المعادلة. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الوهاب العوج الأكاديمي والمحلل السياسي. سيد ماجد الشعيبي، إذا ما تحدثنا عن سؤال هل يدرك المجلس الانتقالي التحديات الاقتصادية أمام الحكومة التي حالت دون حلحلة ملف الاقتصاد، وما هي الحلول برأيك في هذه المرحلة؟ المجلس الانتقالي يولي كل المشاكل في عين الاعتبار. الحقيقة أن هناك بعض الإجراءات التي تتخذها المجلس وتتخذها دولة الإمارات بعيدا عن الدفاع عنها وعن مشاريعها، هناك محطة الآن يجري تجهيزها عبارة عن 120 ميجا بايت قيمة في مديرية بير أحمد، وهي الآن ستدخل الخدمة خلال الفترات القادمة، عبارة عن طاقة شمسية ستحسن من أداء الكهرباء خلال الفترات القادمة. نحن الآن لا نبحث عن مشاكل، نبحث عن حلول، لا نريد كلام نمطي. والإمارات والسعودية والتعالف والشخصيات الوطنية والحكومة لم تقدم شيء للكهرباء، سواء دفع مليارات لكن لم تبحث عن الحل الحقيقي عبر إنشاء المحطات الكبيرة، أو يعني أقل حاجة استغلال المواقع المهمة داخل عدن لإنشاء الطاقة الشمسية مثلا، وهي الآن بكل العالم هي محطة بديلة للطاقة. الآن هذه المحطة ربما تسهم بالشكل المباشر في حلحلة الكثير من المشاكل، لكن ليست الحل النهائي. نحن اليوم بحاجة إلى حل مسألة الفساد الإداري وسوء التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة ومجلس الانتقالي. إذا كان هناك فريق مهم يعني يعمل على هذه التنسيقات ستكون هناك نتائج إيجابية ستسهم بشكل مباشر في حلحلة الكثير من القضايا الاقتصادية والخدماتية في العاصمة عدن. شكرا لك ماجد الشعيبي الصحفي، كنت معنا من محافظة عدن. سيد رماح الجبري، يعني سؤال أخير أشار لها سيد ماجد الشعيبي في مسألة الفساد داخل القطاع الكهرباء خاصة في تهريب وبيع المشتقات النفطية، لماذا إلى الآن لا تتحرك الحكومة في هذا الملف وإيقاف الفساد؟ أنا أعتقد أنها في حال وجود في ظل هذه الظروف الحالية وفي حال في فساد في قطاع الكهرباء، أعتقد أن هذه خيانة وطنية وأنها من أكبر الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني، والمفترض أن يتحرك القضاء على الأقل. إذا لم تتحرك الحكومة ليتم مخاطبة الرأي العام ونشر كل هذه الوثائق حتى يكون هناك ضغط شعبي على الحكومة إذا لم تتحرك. والمفترض أن يتوجه الجميع لتحقيق مصلحة أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا. بما يخص الخدمات يجب أن على الحكومة أن توفر كل إمكانيتها من أجل هذه الخدمات، والآخرين أيضا أن لا يستخدموا حالة من النزق، لأنه خلال الأيام الماضية كان هناك حملة واستخدام لملف الكهرباء إلى أن جاء الاتصال من نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد وتوقفت كل هذه الحملات. المشكلة أننا نخلط بين السياسة وبين ما هو خدمي وسياسي حتى تضيع الخدمات. شكرا جزيلا لك في أطر السياسة. رماح الجبري الصحفي كنت معنا من الرياض، وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية مني ومن معد الحلقة نجيب إسماعيل، وفي أمان الله.